نلاحظ كيفية تنفيذ 42 line binary encoder. الانبوت لاين 4، الاوتبوت لاين 2. الأربعة انبوت لاين تمثلين الديجيت من 0 إلى 3، الاوتبوت لاين 2 بت تمثلين الباينري ايكوفالنت للديجيت من 0 إلى 3. تلاحظون إذا تم تفعيل المدخل رقم 0 الاوتبوت راح يكون 00 اللي هي الباينري ايكوفالنت للصفر. إذا تم تفعيل المدخل رقم 1 الاوتبوت راح يكون الباينري ايكوفالنت للواحد اللي هو 01. إذا تم تفعيل المدخل رقم 2 الاوتبوت راح يكون الباينري ايكوفالنت للاثنين. إذا تم تفعيل الانبوت ديجيت 3 الاوتبوت راح يكون هو الباينري ايكوفالنت للثلاثة اللي هو 11. نلاحظ التعبير المنطقي لكل اوتبوت. تلاحظون انه البي 0 تساوينا 1 عند الاي 1 تساوينا 1 عند الاي 3. اذا البي 0 تساوينا اي 3 اور اي 1. البي 1 تساوينا 1 عند الاي 2 وتساوينا 1 عند الاي 3. اذا البي 1 تساوينا اي 3 اور اي 2. اعتمادا على التعبير المنطقي نلاحظ الدائرة المنطقية لل 42 باينري انكودر. تلاحظون عند تصميم الانكودر ذكرنا انه يمكن لمدخل واحد ان يكون اكتف في اي وقت. لنفترض اذا كان هناك اكثر من مدخل ليكن مدخلين، المدخل اللي قابل الديجيت اي 1 واللي قابل الديجيت اي 2 1 1، بقية المداخل 0. تلاحظون انه الاوتبوت البي 1 راح تكون لوجيك 1 والبي 0 راح تكون لوجيك 1. بالتالي الباينري كود اللي راح يكون على الانكودر ما يقابل الباينري كود لل I2 ولا يقابل الباينري كود لل I1. إذا المشكلة اللي تواجهنا بالإنكودر اللي صممناها إذا كان هناك أكثر من مدخل تم تفعيله في نفس الوقت. ليتم حل هذه المشكلة يتم إنشاء برايورتي للمدخلات. بالتالي إذا كان اثنان من المدخلات أو أكثر أكتف هاي في نفس الوقت فالمدخلات التي تكون لها أعلى برايورتي سيكون لها الأسبقية، وبالتالي الباينري كود اللي راح يكون على الأوتبوت يكون للمدخل الذي له أعلى برايورتي. خلاحظ كيف يتم تنفيذ الـ 42 باينري برايورتي إنكودر. نفترض أنه المدخل اللي يحمل أقل برايورتي هو الـ I0 والمدخل اللي تكون البرايورتي إلى أعلى هو الـ I3 اللي مثلنا الديجيت 3. نلاحظ بجدول العمل إذا كان المدخل I3 أكتف تلاحظون أنه Logic 1 أكتف هاي لأن بلوك دايجرام ما يحتوي على بابل، بالتالي يتم تفعيله بلوجيك 1. فإذا كان I3 أكتف بلوجيك 1 بغض النظر عن الـ I2 والـ I1 والـ I0 البي 1 راح تساوي 1 والبي 0 راح تساوي 1 واللي هو الباينري كود للديجيت 3. إذا كان الـ I2 أكتف والـ I3 أكتف لا، لأن إحنا اتفقنا إنه إذا الـ I3 يكون أكتف بغض النظر عن قيم المدخلات الأخرى الـ output راح يكون الباينري كود للديجيت 3. إذا كان الـ I2 أكتف بغض النظر عن المدخل I1 و I0 الـ output راح يكون الباينري كود للديجيت 2، لأن تلاحظون أنه الـ I2 إلى برايورتي أعلى من الـ I1 والـ I0. إذا كان الـ I1 مساوي إلى الواحد فبغض النظر عن قيمة الـ I0 واحد أو صفر الـ output راح يكون الـ binary code للديجيت واحد، لأن الـ I1 إلى برايورتي أعلى من الـ I0.
نلاحظ كيفية إيجاد التعبير المنطقي المبسط للـ B1 والـ B0 باستخدام الـ K-Map. نلاحظ حتى نجد التعبير المنطقي المبسط للـ B0، نلاحظ الـ B0 عند الـ Combination 0001 0001 تساوي 0. عندما تكون الـ I3 والـ I2 0 0 والـ I1 1 0 0 1 عند هذه السيل وهذه السيل، قيمة الـ B0 1، إذا 1 بهذه السيل و1 بهذه السيل. عندما تكون الـ I3 0 والـ I2 1، الـ I3 0 والـ I2 1، إذا هذه السيل وهذه السيل وهذه السيل وهذه السيل بتكون قيمتهم 0. عندما تكون الـ I3 1، الـ I3 تكون 1 بهذه الخلايا، إذا الـ B0 بهذه الخلايا راح تكون قيمتها 1. تلاحظون أنه التعبير المنطقي المبسط للـ B0 ايش راح يساوينا؟ راح يساوينا I3 or I2 complement I1. حتى نجد التعبير المنطقي المبسط للـ B1، تلاحظون أنه الـ B1 1 عندما الـ I3 تساوي 1. وين الخلايا اللي بها الـ I3 تساوي 1؟ هاي الـ I3 تساوي 1. إذا هذه الخلايا الثمانية تكون قيمة الـ B1 بهم 1. عندما الـ I3 0 والـ I2 1 تكون قيمة الـ B1 1 0 1. تلاحظون عندما الـ I3 0 والـ I2 1 هي هذه الخلايا تكون قيمة الـ B1 بهم 1. عند الـ 0 0 1 0 0 1 اللي هي هذه السيل وهذه السيل، قيمة الـ B1 بهم 0. عند الـ 0 0 0 1 اللي هي 0 0 0 1 هذه السيل تكون قيمة الـ B1 ب 0. تلاحظون عند الـ 0 0 0 0 don't care ولا انبت يتم تفعيله، بالتالي نضع don't care. تلاحظون انه التعبير المنطقي المبسط للـ B1 هو I3 or I2. اعتمادا على التعبير المنطقي نلاحظ الدائرة المنطقية